سلمان ومغربي بأعلى الصوت، مغربي بأعلى الصوت، ومغربي بأعلى الصوت، وأنا أعلم أن كل السوس العالمة هي بقلبها وبجوارحها وبأفكارها مع فلسطين، كما قيل في الشعارات: فلسطين أمانة، لن نخون أبدا ولن نطبع أبدا ولن نقبل التحريق ولن نقبل، لأن العقل يكاد ينفجر وتتجمد الدموع في أعيننا لما نفكر فيما يخص الأكل أجاعوهم، هناك تجويع، فيما يخص التطبيب قتلوا الأطباء، لما يكون هناك صحافي يريد أن ينقل الخبر يقتلون الصحافي، لما تكون سيارة إسعاف تريد أن تنقل المرضى يقتلون أصحاب سيارة الإسعاف، لما يكون هناك معلم يريد أن يعلم الأطفال يقتل كل من يعين أو يريد أن يساعد، حتى الأمم لما أرسلت يعني جمعيات عالمية تريد أن تطعم أهل غزة ضربوهم وقتلوهم. إذن يعني كما أقول يكاد الدم يتجمد في العروق وتكاد الدموع تتجمد في العروق لما تفكر، وهذه القضية أزالت القناع عن القناع، لقد وقع القناع عن القناع. أين هذا الغرب الذي كان يتغنى بحقوق المرأة؟ قتلت المرأة. يتغنى بحقوق الأطفال؟ قتلوا الأطفال. يتغنى بحقوق الإنسان؟ قتل الإنسان وقتل الطفل وهدمت المنازل. وحتى هذه المناسبة لماذا نقف الآن؟ حتى الناس الذين فروا إلى رفح وبنوا خيام تحت البرد وفي الأمطار وأمام النفايات وأمام القمامة، ليس هناك طبيب يداويهم، ليس هناك أكل يأكلوه، حتى هؤلاء لم يسلموا بل حرقوا ومزقوا، لدرجة أني سمعت أن أبا أخذ ترابا في يده وقال: هؤلاء أبنائي لقد أصبحوا ترابا. إذن والله سنسأل كلنا عن هذه القضية، لأن فلسطين أمانة في رقبتنا، المسجد الأقصى أمانة في رقبتنا، وعلمنا ديننا أن المسلم أخو المسلم لا يخذله أبدا. إذن لن نخذلكم، أقول من هذا المنبر لن نخذلكم إخواننا، كل ما نملك. أنا من هذا المنبر أقول: يجب أن نوقف التطبيع، أن نغلق مكتب الاتصالات، أن نقاطع البضائع التي يشترى بها أسلحة ليقتل بها أبناؤنا، أن ندفع زكاة أموالنا، وأن نعرف بالقضية الفلسطينية، وأن لا نمل أبدا من التعريف. ومن هذا المنبر كذلك أشكر الإعلام الحر الذي يعرف بهذه القضية، وإن شاء الله النصر آت على يد هذه المقاومة الباسلة. سمعت قبل قليل في الجزيرة يقولون: حماس يجب أن نقتلها، أن نقتل هؤلاء الحيوانات البشرية، يسمون فلسطين بالحيوانات البشرية. إن شاء الله لا بد صاحب الأرض هو الذي يفوز، وكل العالم يعرف بأن الاحتلال إلى زوال، وهو إلى زوال إن شاء الله. في إطار الفعاليات ديال الوقفات المنددة بالهجمات الصهيونية المتكررة، واللي ما يدوز أي يوم من الأيام إلا بأن نسمع بأكثر من مجزرة، يعني إلى درجة أنه بعد المجازر كتوصل 20 24 25 30 وأكثر من مجزرة في اليوم الواحد، خاصة في رفح الآن اللي سمعنا في هذه الأيام الأخيرة كيفاش أن العدو الصهيوني كيحاول فعلا أن هادوك الناس اللي كيحاولوا باش يلقاو مربعة آمنة في رفح يدفعهم للمجهول، يعني غادي يمشيو شي بلاصة ولكن ما عرفوش فين غادي يمشيو، وهو تابعهم بهذاك الشكل في إطار أنه فعلا يحقق الأهداف اللي قالوا هو أنه لابد خصو يصفي رفح ولابد أنه خصو يصفي حماس، وإن شاء الله تعالى حماس صامدة قوية ثابتة ما يستطعش العدو الصهيوني يعني يدمرها، لأن الأهداف ديالو واهية، بينما الأهداف ديال حماس أهداف سامية يعني وطنية قومية عقدية دينية متشبثة بأرضها، والحمد لله كيتبت الآن على أن الصهاينة حققوا ولو مكسب عسكري واحد ولو مكسب سياسي واحد، يعني الرهان على الرهائن، الرهائن هما اللي كيمشوا حتى كيقتلوهم.
وكيمشيو وكيصفيوهم، ولا مشاو بهذا الشكل بمعنى راه غادي يمشيو حتى هذوك 130 ولا 140 رهينة اللي كاينه عند حبات غادي يصفيوها كلها. وربما هذه يمكن يكون فيه واحد نوع من التحرير بالنسبه للحماس، لان عندها جوج كتبدلوا باش تحافظ على هذوك الرهائن، الا ماتوا كلهم يمكن تتحرر، يكون هذا دافع عليها على اساس انها يمكن تكون هجمات اكثر من هذه اللي شفنا هذه الايام الاخيره بالنسبه لتل ابيب، ان تضربت تل ابيب في حد ذاتها من طرف حماس، وهذا فيه بشائر خير. كنتمنوا ان فعلا النص الذي ننتظره على يد حماس يتحقق اليوم قبل غد، كما اننا نتمنى ان الدمار والسحق والشتات الذي نتمناه بالنسبه للصهاينه انه يتحقق اليوم ايضا قبل الغد ان شاء الله تعالى. السلام عليكم. والاسرائيل ها هي، والاسرائيل ها هي، الامريكا ها هي، الامريكا ها هي، الفرنسا ها هي، فرنسا ها هي، المطب ها هي، المطب ها هي. Oh, yeah.